السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم ودعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بإدانة جمعية للمعاقين بسالة بعشر سنوات سجنا إثر تورطه في قضية هتك عيرت قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة. الضحية وحسب مصادر مطلعة كانت تتردد على مقر الجمعية بمدينة سلا من أجل الاستفادة من الأنشطة والدعم النفسي والاجتماعي. النيابة العامة كانت قد طالبت بالحكم على الجاني بعقوبة قاسية معللة ذلك بخطورة الفاجعة التي تسبب فيها. عندما أقدم على هتك عرض قاصر يعلم ضعفها وحاجتها الماسة للرعاية. يشار إلى أن المغتصب المدان كان قد أغمي عليه ونقل إلى المستعجلات من داخل قاعة الجلسات خلال مجريات الجلسة الماضية مباشرة بعد أن تقدم ممثل الحق العام بملتمس تسديد العقوبة عليه بعشر سنوات. نشكركم على حسن المتابعة.